بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتدرب كيف نحول وحدات الحجوم. إذا تلاميذ الصف الخامس ابتدائي والصف السادس ابتدائي، تابعوا معي ونبدأ بالجدول. أول شيء وهو يجب أن نتدرب كيف ننجز جدول الحجوم. تذكروا معي في الأطوال يكون لدينا 7 خانات، ولا نقسمها إلى أقصى إلى أقصر، بينما في المساحات تبقى دائما 7 خانات، لكن كل خانة نقسمها إلى قسمين، يكون لدينا مثلا المتر مربع لنقسمها إلى قسمين. أما في الحجوم يكون لدينا المتر مكعب، يعني كل خانة نقسمها إلى 3 خانات. مفهوم؟ إذا السؤال، كيف أتذكر رسم الجدول؟ أول شيء، يعني سأعطيكم طريقة ذكية كيف أتذكر الجدول ولا أنساه. أول شيء تذكروا معي 7 خانات، 1 2 3 4 5 6 7، 7 خانات. في الخانة الوسطى ماذا نضع هنا؟ نضع الوحدة العالمية. ما معنى الوحدة العالمية؟ يعني الوحدة التي اتفق عليها العالم بالعمل بها، وهي المتر مكعب. إذا تذكروا جيدا، المتر مكعب يكون في الخانة الوسطى. لاحظوا معي، هنا 3 خانات وهنا 3 خانات. السؤال التالي، ماذا سأضع هنا؟ الطريقة التي ذكرتكم بها في الفيديو السابق تبقى صالحة، وهي دائما نبدأ هكذا DCM. ما معنى DCM؟ DCM D10 C100 M1000 DCM، يعني ديسيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، والمليمتر مكعب. إذا أعتقد أن هذا الطرف هذا يعني يسهل علي جيدا أن أتذكره. بقي لي 3 خانات التي هي على اليسار، كيف سأتذكرها؟ دائما المتر مكعب يكون محصور بين الدي والدي، حتى هنا الدي. يعني بقيت لي الاش وكا. كا دائما يشير الى 1000، نقول كيلوغرام، كيلو اورو الى اخره. اذا كا سيكون هنا، وبالتالي اش سيكون هنا. اذا ديكا متر مكعب، الهكتومتر مكعب، والكيلومتر مكعب. إذا بهذه الطريقة لا يمكن أبدا أن أنسى رسم الجدول. أما الجدول إذا رسمته في هذه الحالة يمكن أن أنجز التحويلات بكل سهولة. سأريكم الطريقة. قبل ذلك بقي لنا أن نرسم في الجدول وحدات الساعات. وحدات الساعات كيف سأوزعها على الجدول؟ إذا سأعطيكم طريقة أخرى، طريقة كذلك. تذكروا معي، الوحدة العالمية هي اللتر. اللتر أين أضع اللتر؟ دائما أضعه في الديسيمتر مكعب. اللتر أضعه في الديسيمتر مكعب، لكن الديسيمتر مكعب لدي هنا 3 خانات، 1 2 3. عندما أقول الديسيمتر مكعب فأنا أتكلم عن الوحدات. الوحدات يعني اللتر هنا، اللتر هنا. إذا بنفس الطريقة، إذا كان اللتر هنا بنفس طريقة دي سي ام،
دي سي ام، دي سي ام يعني 10 100، نفس الطريقة هنا دي سي ام، دي اللي هي واحدة العالمية دي سي ام. إذا دي سي لتر، سنتي لتر، والميلي لتر، مفهوم؟ أما هنا دائما الدي ديكاليتر ثم الهكتوليتر. إذا وحدات الساعات نضعها في الخانتين ما قبل الأخيرة، الديسيمتر مكعب والسنتيمتر مكعب، مفهوم؟ إذا الآن يمكن لنا أن ننجز هذا التمرين. 13 ملي لتر كم فيها من هكتوليتر؟ أول شيء يجب أن أعرف كيف أكتب 13 في الجدول. 13 ملي لتر، أين هي الملي لتر؟ هنا، هنا الملي لتر. كيف سأكتب 13؟ أكتب 3 هنا. الوحدات دائما أذهب إلى الوحدات، لا أكتب واحد. إذا واحد هنا، هذه 13 ملي لتر، 13 ملي لتر، يعني الخانة التي فيها الوحدات هي التي تشير إلى الوحدة. إذا كم فيها من هكتوليتر؟ أين هو الهكتوليتر؟ هنا. إذا سوف أضع الأصفار حتى أصل إلى الهكتوليتر، وأضع الفاصلة في خانة الهكتوليتر. هذا يعني أن 13 مليلتر تساوي 0.00013 مليلتر هكتوليتر. إذا 0.3 أصفار 13 هكتوليتر. الآن 28 ديسيمتر مكعب كم فيها مليلتر؟ إذا أكتب 28 ديسيمتر مكعب، هذا هو الديسيمتر مكعب، هذا هو الديسيمتر مكعب، سأكتب 28. عندي هنا 3 خانات، أين سأكتبها؟ إذا دائما هذه كتابة خاطئة، هذه ليست 28 ديسيمتر مكعب، لكن الطريقة الصحيحة يجب أن أكتب الوحدات هنا، هذه 28 ديسيمتر مكعب، كم فيها باللتر؟ أين هو اللتر؟ هنا. إذا ستبقى كما هي، لا يمكن أن أضع أصفار لأن الوحدات جاءت منطبقة مع اللتر. إذا في هذه الحالة 28 ديسيمتر مكعب تساوي كم؟ تساوي 28 لتر. لو كانت سنتيلتر كنت سأصل الأصفار إلى هنا، لو كانت هكتوليتر كنت سأضع الصفر هنا وأضع الفاصلة، لكن الوحدات جاء منطبق مع اللتر، إذن ستكون الوحدة متساوية. الآن 148 لتر كم تساوي من متر مكعب؟ إذا كيف سأكتب 148 لتر؟ هذا هو اللتر، أكتب الوحدات هنا 8 4 1. إذا هذه تقرأ 148 لتر، كم تساوي من متر مكعب؟ أين هو متر مكعب؟ هنا. إذا سأصل بالأصفار حتى الخانة الأولى، لا أصل إلى هنا، خطأ، دائما يجب أن أصل إلى خانة الوحدات. إذا 0.148 متر مكعب. سبعة فاصلة اثنان هكتوليتر كم فيها من سنتيمتر مكعب؟ إذا كيف سأكتب 7.2 هكتوليتر؟
7.2 هكتوليتر، هذا هو الهكتوليتر. هل تكتب هنا 2؟ لا، لأن 2 ليس وحدات، 2 هو جزء عشري، أما الوحدات هي 7. إذا سأكتب هنا 7.2، هذه 7.2 هكتوليتر. كم تساوي من سنتيمتر مكعب؟ إذا سأضرب الأصفار إلى سنتيمتر مكعب. 0 ليس هنا فقط، بل يجب أن أصل إلى خانة وحدات وأحذف الفاصلة، يعني تساوي 720 ألف سنتيمتر مكعب. 720 ألف متر مكعب، عفوا سنتيمتر مكعب. الآن 64 لتر ديسيمتر مكعب كم تساوي من لتر؟ إذن 64 ديسيمتر مكعب، هذا هو ديسيمتر مكعب، أكتب هنا 64 يعني 4 في وحدات الديسيمتر مكعب، كم تساوي من لتر؟ إذا لاحظت معي لتر هو الوحدات منطبق مع اللتر، ستبقى كما هي، يعني 64 لتر. إذن سأمسح قليلا كي أربح المسافة مساحة. الآن 1.2 متر مكعب، 1.2 متر مكعب كم يساوي من سنتيمتر مكعب؟ 1.2 لا يمكن أن أكتبه هكذا، يجب أن أحوله إلى عدد عشري وهو 0.5 متر مكعب. هذا متر مكعب، يعني 0.5 متر مكعب. إذا 0.5 متر مكعب كم يساوي من سنتيمتر مكعب؟ إذا سأضع الأصفار حتى أصل إلى وحدات السنتيمتر مكعب وأحذف الفاصلة، يعني 500 ألف سنتيمتر مكعب. 500 ألف سنتيمتر مكعب. الآن 16 ديكاليتر كم فيها من متر مكعب؟ إذا هذه هي الديكاليتر، هنا الديكاليتر، أكتب 16 كان فيها من متر مكعب، هذا هو متر مكعب، يعني هنا 0، يعني 0.16 متر مكعب. 0.16 متر مكعب. 1 لتر، 1 لتر كان فيه من ديسيمتر مكعب. إذا 1 لتر، هذا هو 1 لتر، كم فيه من ديسيمتر مكعب؟ هذا هو ديسيمتر مكعب. إذا يعني جاء منطبق، عفوا نعم، جاء منطبق مع وحدات الديسيمتر مكعب، سيبقى هكذا. إذا 1 لتر يساوي 1 ديسيمتر مكعب. لماذا؟ لأن 1 لتر جاء منطبق مع وحدات الديسيمتر مكعب. 4 سنتيلتر كم يساوي من ديسيمتر مكعب؟ أكتب 4 في الديسيلتر، 4 هذه هي الديسيمتر مكعب. إذا سأصب الأصفار إلى وحدات الديسيمتر مكعب، يعني 0.4، إذا 0.4 ديسيمتر مكعب. الآن 1 متر مكعب كم يساوي من لتر؟ 1 متر مكعب، هذا هو 1 متر مكعب، هنا 1، كم يساوي من لتر؟ أين هو اللتر؟ هنا. إذا أصفار حتى أصل إلى اللتر، هذا هو اللتر. إذا 1 متر مكعب يساوي
ألف لتر. مفهوم؟ 32 ملي لتر، اكتبوها هنا، 32، هذه 32 ملي لتر كم تساوي من سنتيمتر مكعب؟ لاحظوا معي، اثنان جاءت منطبقة مع وحدات السنتيمتر مكعب، يعني ستبقى هكذا. إذا 32 ملي لتر تساوي 32 سنتيمتر مكعب. الآن 234 كيلومتر مكعب كم تساوي هنا؟ مسحناها. إذا كم تساوي من متر مكعب؟ إذا أكتب هنا 34 كيلومتر مكعب، هذه 234، 234 كيلومتر مكعب فيها، هذا هو متر مكعب. إذا سأصل بالأصفار إلى الوحدات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، يعني تساوي 284 مليار، 234 مليار. لديت أصفار متر مكعب. إذا كنتمنى أن الجميع يكون سجل عنده كيف يرسم جدول الحجوم، وكيف يربطها بوحدات الساعات، وكيف يكتب الوحدات داخل الجدول. تذكروا معي، دائما أبدأ من الوحدات، وعندما تكون يعني الخانة منطبقة مع الساعات، يعني تبقى الوحدة كما هي، كما هو الحال في 28 ديسيمتر مكعب. لاحظوا معي، 8 منطبقة مع اللتر، إذا تبقى 28 لتر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.